الجمهور، جماهير النصر، جماهير الاتي، جماهير الهلال، كلها جماهير هنا. تسديد، محاولة، والثاني يأتي الآن، والثاني يأتي الآن، ردت من حارس المرمى، وسايلنت هي عشرتك يا مولد، سايلنت هي عشرتك يا مولد. يأتي الآن إذن الحزم بثاني الأهداف، وجماهير في فرحة، في فرحة سبقت وصحت جماهير الحزم عن طريق صفوان مولد. ولكن من أين أتت التسديدة؟ تسديدة فيها كل القوة من الكرة الماضية، وصاحب الأرض يعود الآن، هي لمصلحة المباراة. والتعادل حتى الآن بكل تأكيد لا يرضي عشاق العالمي، ولكن هذه المباراة تنبئ بأهداف قادمة لا محالة. شوف التسديدة الماضية، العنزي التصدي حاضر والمتابعة بعد ذلك، وللمرة الثانية يلدغ النصر من نفس الجحر، من نفس الجحر بالمتابعة يلدغ النصر للمرة الثانية. متابعة تسديدة وضع فيها كل قوته نايف موسى، وبعد ذلك المولد يولد الهدف الثاني لصالح